ومع انتهاء موسم العطل بدأ المهاجرون المغاربة في الخارج بالعودة إلى ديار الغربة، والحال حركة سير مكثفة على العديد من المحاور الطرقية. روبورتاج جليل بن فتان وحميدة مربوح. بعد أن قضوا عطلتهم الصيفية بين أحضان ذويهم وأصدقائهم، بدأوا رحلة عودتهم إلى ديار المهجر، لكل مهاجر مبررته في العودة إلى بلد الإقامة. شدينا الطريق باش نمشيو نرجعوا لديار المهجر على حساب الوليدات غيدخلوا للمدرسه في شهر 9. دوزنا العطله بخير وعلى خير، كلشي دارت الامور بخير وعلى خير، ودابا خصنا نرجعوا لان غنبداو الموسم الدراسي ديال الدراري. ما كرهناش حنا نبقاو هنا، ولكن ربي غالب، خصنا نرجعوا ثاني للخدمه ونرجعوا للحياه العاديه ديالنا والحمد لله. الدخول المدرسي والالتحاق بمقرات العمل عاملان أساسيان يعجلان بعودة المهاجرين إلى بلد الإقامة، الشيء الذي يخلق كثافة في حركة المرور عبر ميناء طنجة. شوية ديال الخدمة، شوية ديال القراية، شوية ديال كاينين أشغال بنادم خاصو يدير، والتزامات كاين التزامات اللي هي خاص بنادم يمشي كملنا، الله يجعل شي بركة، خاصنا نرجعوا للواجبات. خلال الخمسة أيام الأخيرة فقط من شهر غشت، ما يزيد عن 100,000 من أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج عبروا ميناء طنجة، وأزيد من 26,000 سيارة غادرت المغرب عبر هذا الميناء خلال الفترة نفسها. والطريق لا تزال تقتل في بلادنا، فقد لقيت مواطنة فرنسية